طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. قضية المنافذ الحدودية، مكتب القائد العام ومكتب رئيس الوزراء داخلين بقوة بالمنافذ. وشوف المنافذ، أنا اليوم رحت زرت المخدرات، لو شوف المخدرات يعني واحد يدق على رأسه. هاي المخدرات 16 مليون حبة تكفي لتخدير الشعب العراقي بأكمل. هاي المخدرات البلد راح ينتهي انتشار المخدرات، وخصوصا استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية، مثل ما جابوا داعش للمناطق السنية جابوا المخدرات للمناطق الشيعية، طلاب الإعدادية، طلاب الجامعات، المناطق الفقيرة، مدينة الصدر وغيرها، ويطوها ببلاش. سمعنا قلق المساجات كذي طبعا، وهم تغطى عليها بعض الجهات وتحكي باسم هذا الجهة وباسم هذا الفصيل، وروح هاي بالكراتس انت قريب، وروح افتر وشوف شنو لحاية ومحابس وسبح واقفين بباب المساجات، والمساجات بيها مخدرات وبيها موبقات، وتدري دعم وفلوس جهات متنفذة. ثقته شنو بس على اعرف على مستوى قيادات كبيره بالبلد، عسكريه لو سياسيه؟ لا سياسيه. أيه. من اقول لك فلان شخص فلان مسؤول ده يجيب بسياراته سياراته مظلله ويجيب من الحدود ويعبر بكميات عاليه يعني ويوزع. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقه حول الضغوط الامريكيه على رئيس الحكومه حيدر العبادي لتسليم البشمرجة مناطق متنازع عليها. طبعا الأزمة، أزمة المناطق متنازع عليها قبل الانتخابات عادت إلى الواجهة ما بين بغداد وأربيل، وبعد تصريحات طبعا للأمين العام لوزارة البشمرجة في حكومة إقليم كردستان جبار الياور يوم الثلاثاء الماضي، والتي كشف فيها عن مساعي كردية جديدة للعودة إلى مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع بغداد بوساطة التحالف الدولي، والذي طبعا يمارس ضغطا على حكومة بحسب مصادر حكومية، يمارس ضغوطا على رئيس الوزراء حيدر العبادي وفق ما كشف مسؤولون عراقيون، لتبدأ مرحلة جديدة من هذه الأزمة بعد أكثر من 5 أشهر على استعادة بغداد السيطرة على معظم تلك المناطق عبر حملة عسكرية ضخمة تم من خلالها انسحاب القوات الكردية في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. طبعا أربيل اليوم تحاول العودة إلى المناطق المتنازع عليها من خلال قوات مشتركة من البشمرجة والأسايش، وهي قوات معروف يعني تخضع لسلطة أربيل، ويبلغ قوامها نحو 7000 عنصر، وتتواجد حاليا على أطراف كركوك بهدف إدخالها إلى تلك المناطق في حال موافقة بغداد على ذلك. المناطق المستهدفة هي كركوك، طوس خرماتو، داقوق، ألتون كوبري، سنجار، المستعادة كما تقول الحكومة من حزب العمال الكردستاني، محور مخمور، شيخان، تلكيف، زمار، كفري، مندلي. طبعا تقريبا تبلغ مساحة بتصل إلى 40,000 كيلومتر، وفيها تقريبا 2.5 مليون عراقي، وهي عبارة عن خليط من العرب والأكراد والتركمان والأيزيدين والشبك والصابئة والآشوريين، وإضافة إلى أقليات أخرى صغيرة. القوات الحكومية اليوم وميليشيات الحشد الشعبي تبسط سيطرتها على تلك المناطق بحسب سكان محليين في تلك المناطق ومسؤولين فيها تحدثوا بأن غالبيتهم يفضلون القوات الحكومية على البشمرجة المتهمة طبعا بحسب الحكومة بممارسة عنصرية تجاه العرب والمسيحيين وكذلك التركمان على وجه الخصوص. وكان من المقرر أن يحسم مصير البند 140 من الدستور الخاص بالمناطق المتنازع عليها في العراق إداريا منذ ما يزيد عن 9 سنوات، إلا أنه حصل تلكؤ في إجراء إحصاء سكاني، إضافة إلى عمليات تغيير ديموغرافي في تلك المناطق كانت كبيرة جدا لصالح الأكراد، فيعني هناك هجرة للمسيحيين، وفي مناطق سهل نينوى والموصل وأجزاء من شمال العراق جرى عمليات التضييق وما تلتها من
جرائم لتنظيم داعش. اليوم لماذا تحاول السلطات الكردية الرجوع إلى هذه المناطق قبل الانتخابات؟ هذا السؤال يطرح. لماذا في هذا الوقت هناك محاولات من الجانب الكردي بأن يتدخل الجانب الأمريكي للعودة لهذه المناطق حتى وإن كانت تحت راية قوات مشتركة؟ هذه المناطق لها أهمية خاصة، يتوفر فيها نحو ثلث النفط العراقي فضلا عن حقول غاز ضخمة، مناجم حديد، نحاس، قصدير، زئبق، ذهب غير مستثمر حتى الآن، طبعا عدا عن أنها كونها مناطق قريبة من الحدود التركية والحدود الإيرانية ذات طبيعة تجارية كذلك لها عائدات ضخمة. غالبية تلك المناطق ذات أصول عربية أما مسيحية أو إسلامية، نتكلم عن المناطق المتناسة عليها، لكنها تغيرت خلال القرن الماضي بفعل الهجرة الكردية من مناطق حدودية إيرانية وتركية، وشملت هذه الهجرة مناطق سورية مجاورة للعراق أيضا غالبيتها ذات طبيعة جبلية. بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الشمال والغرب، تقدمت قوات البشمركة الكردية بدعم من التحالف الدولي مطلع عام 2015 لتسيطر على المناطق المتنازع عليها بعد طرد التنظيم وتجاوزت الخط الأخضر الذي يرسم حدود المحافظات الكردية الثلاث ضمن إقليم كردستان. أطلق مسؤولون في أربيل من بينهم مسعود البرزاني حينها مصطلح حدود الدم على تلك المدن، وشدد على أنهم لن ينسحبوا منها وأنها باتت مدن كردية تابعة للإقليم. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، لماذا اليوم هناك إلحاح من الجانب الكردي للعودة إلى كركوك، للعودة إلى المناطق المتنازع عليها برعاية أمريكية وكذلك كما تصفها المصادر الحكومية في داخل حكومة حيدر العبادي بأن هناك ضغوط أمريكية على رئيس الوزراء حيدر العبادي. طبعا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دخل بصفته الرسمية على خط الأزمة من باب وجود تهديد أمني من داعش، حيث كشف مسؤولون عراقيون في بغداد لصحيفة العربي الجديد بأن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، هذه الدول الثلاث، يضغطون في سبيل موافقة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي على إعادة جزء من البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها خصوصا في كركوك، وهو ما كشف عن تصريحات وزير البشمركة جبار الياور الذي أكد وجود اجتماعات بين أربيل والتحالف الدولي بهذا الخصوص. ووفقا للياور فإن الطرفين أكدا بأن الأوضاع في المناطق المتنازع عليها تسير نحو الأسوأ كما يقول، وأنه تنبحث عودة البشمركة إلى تلك المناطق وبانتظار الموافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد حيال الانتشار المشترك. هذا بحسب جبار ياور وزير البشمركة. توقيت المطالب بالعودة بالنسبة إلى الجانب الكردي إلى مناطق كركوك والبلدات المتنازع عليها مرتبط بالتنافس الانتخابي بين الأحزاب الكردية ومساعي حزب البرزاني للعودة إلى تلك المناطق أملا بكسب أصوات الأكراد هناك. أما من جانب حكومة بغداد فإن الأمر مختلف تماما، التحالف الوطني الحاكم في العراق إضافة إلى المكونات اللي موجودة في كركوك بحسب الحكومة، تركمان، العرب السنة، العرب مسيحيين، قيادة الحشد ترفض ذلك وتعتبر بأن عودة البشمركة مرفوضة بالكامل وغير مقبولة كما تتحدث الحكومة. هناك اتصال، أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا بك ابو عمر. اليوم اكو ضغوط امريكيه وكذلك طلب من الحكومه البريطانيه والفرنسيه كما كشفت صحيفه العرب الجديد نقلا عن مسؤولين في الحكومه، يضغطون على حكومه حيدر العبادي لعوده قوات البشمركة الى المناطق المتنازع عليها وكركوك تحت رايه القوات المشتركه، تكون هناك قوات بشمركة وقوات تابعه للحكومه. شنو رايك بهذا الموضوع وليش هذا التوقيت بالذات؟ والله
والله يا استاذ عمر اذا بصراحه تجي انا ذكرتها قبل الانسحاب كل يوم وبعد الانسحاب من كركوك ايضا ذكرتها. امريكا ما قامت بهذا العمل بالضغط على الانسحاب من مناطق كركوك وغيرها، هاي المناطق المتنازع عليها كانت بالبيشبرج، ما ضغطت عليهم الا اللي هي عندها خطه وضعتها هي بريطانيا والمانيا وفرنسا، هذه الدول الاربعه الاوروبيه الكبيره مثل ما يقولون سيطروا على الوضع بالعراق. هذه الدول ما وضعت الخطه بالانسحاب الا لغرض عندها، هو شنو الغرض كان من عندها؟ هي ان تنتج شعبيه لهذا حيدر العبادي بحيث يكون والله انتصر حيدر العبادي بعد النصر على داعش وما ادري شنو، هو ماكو نصر، هو جوله واخذوها عن طريق الخداع والضحك تمام، دخلوا الى كركوك وسيطروا عليها وانسحبت البشمركه. ابو عمر ليش اليوم تريد ترجع البشمركه الى هذه المناطق؟ اليوم تريد ترجع استاذ، هو الهدف الحقيقي من وراءها ابعاد الميليشيات الطائفيه، هاي الميليشيات اللي يخلصون فيها بالمناطق، هذه اللي يريدون يحصروها يبعدوها عن هذه المناطق ما يقارب كما ذكرت 40,000 كيلو متر، هاي تجي من الدياره توصل الى سنجار الى ابعد من سنجار نوعا ما. الى الحدود التركيه مثل ما يقول على مو مناطق ابراهيم الخليل، لا المناطق الاخرى نعم غير مو مناطق على الحدود السوريه اللي اكو جسر مع بعض، هاي اللي يقول يبعدوها اذا ما عندها جد البشمركه عندها قوات اضافيه حقيقيه موجوده الان محصوره في كردستان العراق، اذا جد رجعت الى اماكنها هاي الميليشيات الطائفيه ومع الشراكه مع الجيش مثل ما يقول راح يصير اتفاق بحيث يمسحوا بالميليشيات، بعد ما له كل مجال كل قيمه ما له بقائها في هذه المناطق، فراح ترجع وين ترجع تروح؟ تروح الى مناطقها، تشوف الى مناطق اخرى تدور منها ومنها، تدور مشاكل، تدور عشاكل، تدور يحصوها حصر من هاي التمام. يعني ماشي. يعني انت برايك مو هدف انتخابي؟ لا مو هدف انتخابي. ليش لعد بهذا الوقت؟ تدخل من ضمنها. ليش بهذا الوقت بالذات؟ هو هم بس مو هدف رئيسي. نعم. أنا ما أعتبره هدف رئيسي. نعم. ألو؟ أسمعك أبو عمر. ألو أستاذ عمر. أسمعك. أنا ما أعتبره هدف رئيسي الانتخابات. نحن موجودين الأكراد بس من حقهم الأكراد أن يشاركون بالانتخابات بالمناطق الكردية المتنازع عليها والعربية. من حقهم طبعاً، لكنه الهدف الثاني هو الانتخابات مو الهدف الرئيسي. هو ابعاد هذه الميليشيات الطائفيه من مناطقها، هم يريدون يبغوها عن بكره عديها، يقول لي اطلعوا خلاص بعد ما بقى لكم كل مجال، لا انتم هذول محترمين ولا محبوبين ولا احد يريدكم، ثاني عمليات السرقه اللي بيقومون بها من خلال عمليات سرقه النفط، كانت اكو سرقه سابقا، ما اقول لك لا ما كانت اكو، لكن مثل ما يقول بشكل قانوني معرفه الحكومه هذا مو جايب يومي يجيب 200 300 تانكر يحمل النفط ويوديه على ايران ويوديه على سوريا ويبقى من الاكراد، الاكراد يعبرون النفط من طويس خان من باسماخ هذه المناطق الحدوديه بيناتهم بشكل عام، يعني معرفه الحكومه ومعرفه نعم ايران وعلم ايران يعني بيعبروها يوميا، من يعبر 200 تانكر 150 تانكر اكثر. ابو عمر انا اشكرك 25 تانكر 28 ابو عمر من السليمانيه كان معنا، شكرا لك. طبعا وزير في حكومة حيدر العبادي قبل زيارة اليابان قبل أيام كشف عن أن هناك ضغوط على الرجل في إشارة إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي، وأوضح بأن الأمريكيين يريدون منه إعادة البشمركة، لكن التحالف الوطني وميليشيات الحشد الشعبي ومكونات أخرى من التركمان والعرب السنة والمسيحيين يرفضون ذلك بحسب الوزير، واعتبر بأن هذا الملف بات يهدد مكانة العبادي ومصيره في الانتخابات، وأشار إلى أن أربيل تجهز قوة متكونة من نحو 25,000 عنصر كردي تقول بأنهم سينتشرون في المناطق المتنازع عليها إلى جانب القوات الحكومية ويكونون تحت إمرة بغداد، لكن القوات الحكومية لديها قدرة عددية وعسكرية عالية ولا تحتاج إلى البشمركة كما يقول، واستدرك بالقول بأن الضغوط كبيرة وقد يكون هناك ابتزاز للعبادي في موضوع تأييد الأكراد له في ولاية ثانية إذا نفذ مطالبهم، وأشار إلى أنه قد
يصار إلى تفاهم معين كحل وسط للموضوع في حال استمر الضغط الخارجي على رئيس الحكومة حيدر العبادي، منها دخول البشمركة إلى مناطق دون أخرى يكون فيها تواجد عالي للمواطنين الأكراد، وإعادة تنظيم تحرك البشمركة تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي أحييك وأحيي أساتذتنا وعلمائنا وأحيي إخواتنا وأهالينا في العراق في جميع المحافظات في جميع الطوائف. نحييكم وندعوكم إلى تحديد موقف، لأن كده مش هينفع. كده الوضع تجاوز الحدود، دي مش فتوى ولا أي شيء، ده بصلة الكهرباء وبصلة إن كلنا هنموت. وبالعربي حضرتك بالنسبة للأمريكان وإعادة قوات البشمركة والأفلام دي كلها، ده استهداف لتركيا وأمن تركيا عشان هم فشلوا واكتشفوا في سوريا، فعاوزين يعيدوا المشهد لمن قبل، إن يقول لك إحنا مع الأكراد وإحنا مع استقلالكم وإحنا مع دولة مستقلة، ويعملوا قواعد ويهددوا أمن تركيا عشان يحاصرونا، لأن حضرتك مش الأمريكي مش خارج من العراق غير بالمقاومة. خلينا بكل صراحة ونكون واقعيين، الأمريكان مش خارجين غير بالمقاومة، ويجب على إخواتنا وأهالينا جميعا، يجب على إخواتنا وأهالينا جميعا في جميع المحافظات الفرصة الآن ذهبية، أقسم لك بالله العظيم فرصة لا تعوض، سواء بعصيان مدني سواء نخرج ونطلعوا كلنا يا اخواننا، احنا ما عندناش طائفيه وما بنحبوش الفتره المستعصيه، هنفضل محتلين لحد امتى؟ فانا عقله في اني منطق امريكا تلعب فينا شمال ويمين، مره هنا ومره هنا. الافلام دي احنا مش متخلفين كما تتخيلوا. نعم. يا ايها حكام العراق، يا نشالين يا نصابين، احنا شعوب لنا تاريخ ولنا اصل ولنا عادات ولنا تقاليد، ما بنحبوش الموت. لا انضم لنا التنظيمات ولا قتلنا ولا سرقنا ولا نهبنا ولا بعنا اوطاننا ولا خلنا اوطاننا، ايه مشكلتي انا ان انا يا اخي اطالب بتحرير وطني؟ ايه الجريمه؟ الجريمه ان انا اطالب بتحرير الامريكي بخروج الامريكان من وطني، وعاوز وطني حر، قراري من داخل وطني، هذا حقي الشرعي. اوقفوا المهزله، اوقفوا قتل الابرياء، اوقفوا تهجير العلماء والاساتذه، اوقفوا قتل الاطفال والمقابر الجماعيه اللي لسه هتكتشف تاني، فاني عقل وفاني دين وفاني منطق؟ فاني وضع يستمر الحال على كده قتل للنفس البشرية؟ انتوا هتقتلونا جميعا ولا ايش قصتكم؟ انتوا حكومة احتلال لا تمثلوا اي عربي ولا اي شعب. ندعو اخواتنا واهلينا الى الخروج. نعم مصطفى. وشكرا لحضرتك. شكرا مصطفى السيد من مصر. معنا اتصال ابو احمد من لبنان. ابو احمد، انقطع الاتصال مع ابو احمد. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم الحلقة حول موضوع عودة البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها وإلى كركوك في هذا الوقت بالتحديد. لماذا هذه الضغوط الأمريكية على حكومة العبادي لعودة هذه القوات إلى هذه المناطق؟ القيادي في التحالف الوطني صادق المحنة أكد وجود ضغوط على رئيس الحكومة في هذا الملف، وأوضح بأن المراقب لسياسة حيدر العبادي سيتأكد أنه لن يقدم تنازلات مقابل مكاسب انتخابية كما يقول. أكو اتصال قبل ما نستكمل الموضوع. أبو أحمد من لبنان عاود الاتصال معنا، تفضل أبو أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي، بالنسبة للوضع العراقي عندكم نعم، ما
ما فيش مناص لا ما في مناص وخلاص للدولة العراقية للشعب العراقي إلا بإقامة جبهة وطنية تحرير جبهة وطن تحرير العراق من كل الناس اللي حاكمة عنه. نعم ما في مجال بده يشترك الكردي والشيعي والسني والمسيحي وكل فئات الشعب لتحرير العراق من رشد الاحتلال من هؤلاء اللي حاكمين بالعراق. هودي يعني بدك تقول وجه ثاني للامريكان. نعم نعم ما في مجال. كيف شو بدكم تعملوا؟ ما في مجال طالما ما زال الذبح والاعتقالات و الى اخره وهيك الاعراض من قبل الناس فئه من الشعب العراقي. ما هو الحل؟ كيف الحل؟ نعم ابو احمد. مشكلة كبيرة واعي فيها كان في العراق ولا بسوريا. لا بتقوم بدك تدافع عن نفسك بيتهموك بالارهاب. هي مشكلة كبيرة. نعم ابو احمد من لبنان اني اشكرك. طبعا كان هناك مشكلة كذلك في الصوت فيه صدى. طبعا أضاف صادق المحنة بأنه إذا كانت البشمركة قوات عراقية وتحت أمرة القائد العام وتذهب إلى البصرة فلا توجد مشكلة، لكن نحن ضد من يحاول الاحتلال كما يقول تحت اسم المناطق المتنازع عليها ومنع القوات الاتحادية من دخولها. هذا الأمر لن يحدث يقول، وليطمئن الشعب فكركوك عراقية والمناطق المتنازع عليها عراقية اتحادية. تابع بالقول لا يمكن السماح لأي جهة كانت بالاستيلاء على منطقة ما بالقوة أو التحكم في وضعها ومصيرها بطرق الابتزاز واستخدام قوة خارجية للضغط على بغداد. المتحدث باسم حكومة حيدر العبادي سعد الحديثي قال بأن موضوع انتشار القوات في الأراضي الشمالية والغربية هو جزء من مسؤولية الحكومة في بغداد، وهو قرار عراقي سيادي كما قال مستقل لا يخضع لأي رغبات أو إرادة قوى خارجية. أشار إلى أن أي أمر بخلاف القرار الحكومي لن يحدث، وأي مساعي تجاه هذا الأمر يجب أن تكون بموافقة الحكومة الاتحادية وبقرار منها، ولا يمكن لأي قوى خارجية أن تقرر مصير الوضع الأمني في العراق وتحدد انتشار ومهام القوات بدل الحكومة. هذا القرار كما يقول قرار عراقي والحكومة من تحدده وفق مقتضيات المصلحة الوطنية، أما التنسيق لمواجهة الأخطار في المناطق المتنازع عليها فهو أمر قائم ومستمر. معنا اتصال أبو راشد من عمان. تفضل أبو راشد. تحية لك أخ عمر والمشاهدين المحترمون. أهلا بك. بالأوانة الأخيرة البارح صدق إلى هو ما يسمى برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في اليابان إنه يأخذ قرض ما يعادل 330 مليون دولار، وهو موازنة الميزانية العراقية 80 مليار دولار. فغير المساعدات اللي جت لأعمار العراق طال عمرك هي 30 مليار دولار، فهل 330 مليون دولار هي هل تكفي؟ أما الميزانيات اللي في العراق السابق أين ذهبت؟ ويعطيك ألف عافية. أبو راشد من عمان. الآراء الكردية تختلف وتركمانية في هذا الملف والعربية كذلك. النائب في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف رأت بأن كثرة الهجمات الإرهابية خلال الفترة الماضية على مناطق كركوك وسنجار تعود بسبب انسحاب قوات البشمركة منها، والقوات الكردية كما تقول تعرف كيفية التعامل مع هذه المناطق أكثر من غيرها، ولفتت إلى أن المناطق التي تقول عنها الحكومة الاتحادية بأنها متنازع عليها ليست كذلك. فالدستور وبحسب المادة 140 كما تقول النائبة الجاف نص على أن تكون مناطق كركوك وسنجار ومخمور وغيرها خاضعة للسيطرة العسكرية المشتركة بين كردستان والقوات الحكومية، واعتبرت بأن بغداد ما زالت
متفردة بقراراتها وتتجاوز الدستور ولا تعمل بروحه كما تقول. أضافت بأن تواجد قوات البشمركة ضروري لحماية كركوك، والمراقب سيعرف الفرق الأمني بين فترة سيطرة البشمركة على تلك المدن وما يحدث في الوقت الحالي. لفتت إلى أن المفاوضات على إعادة القوات الكردية إلى تلك المناطق هي من اختصاص وزارتي البشمركة والدفاع. النائب عن التحالف الكردستاني كذلك زانا سعيد تحدث بأن أربيل تقدمت بمقترح إدارة أمنية مشتركة كونه حاجة وليس مخالفة للقانون، واعتبر بأنه يجب أن تكون هناك إدارة مشتركة في كل هذه المناطق حتى تطبيق المادة 140 وتم وإقامة يعني إحصاء سكاني المكونات الموجودة في هذه المناطق. لفت إلى أنه بعد ظهور مفارز لتنظيم داعش في الآونة الأخيرة واعتداءها على القوات الحكومية، دعت الحاجة إلى أن تكون هناك قوات لإمساك الأرض ومسح هذه المناطق من خطر الإرهاب كما يقول. نبقى في التصريحات الحكومية إن كان في الجانب الكردي أو في داخل حكومة حيدر العبادي أو في الأطراف الأخرى في هذا الصدد. يعني مثلا رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي تحدث بأن إنشاء أي غرفة عمليات مشتركة بين البشمركة والقوات الاتحادية، نحن أكدنا يقول على الحكومة وتحديدا على رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم اللجوء إلى هذا الأمر لأنه حتما سيؤثر على الوضع الأمني الداخلي. تابع بأنه نعم البشمركة جزء من منظومة الدفاع وكان لها دور في وقت فراغ القوات الاتحادية، ولكن عقب انتشار القوات الاتحادية انتهت الحاجة لقوات البشمركة كي لا تثار القضايا القومية في المناطق المتنازع عليها كما يقول. ورأى بأنه في حال تم الضغط على الحكومة ووافقت على انتشار البشمركة فهذا يعني إثارة الفتنة القومية كما يقول أرشد الصالحي في كركوك مجددا، وحتما ستخرج تظاهرات عارمة كما يقول عربية وتركمانية داخل كركوك، فحتى المواطنون الأكراد غير راضين عن تصرف القوات الكردية خلال سيطرتها على كركوك، هذا بحسب أرشد الصالحي. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. أبو ناصر وعليكم السلام. اليوم أكو ضغوط أمريكية وكذلك طبعا بريطانية وفرنسية على حكومة حيدر العبادي لعودة البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها إلى كركوك تحت راية القوات المشتركة، برأيك ليش هاي الضغوط وليش بهذا الوقت بالتحديد؟ بداية تحية لحضرتك والقناة الرافدين وكل الكادر أستاذ عمر. أهلا بك. وحقيقة أستاذ عمر لو كانت الحكومة العراقية يعني حكومة مستقلة وما تابعة لأحد لا الأمريكا ولا الإيران، ما كانت ضغطت عليها الولايات المتحدة ولا تدخلت بشؤون البلد إيران، وهذا دليل أن الحكومة العراقية قرارها مو بيدها أستاذ عمر. العالم يعرف بأن الحكومة العراقية حكومة هشة، وإحنا دنلاحظ بأن كل فترة وفترة يطلع واحد من الميليشيات من قادة الميليشيات من الحكومة من غيرها يصرح بكيفه، يعني كل من هب ودب يطلع ويصرح، وخصوصا قادة الميليشيات هاي المسلحة الموجودة بالعراق. الكرد يريدون مناطق غنية بالنفط والمعادن، والكويت اقتطع جزء من أرض العراق، والمالكي يضيع محافظات يسلمها للدواعش، وعمار الحكيم مسيطر على البصرة ومناطق عدة من بغداد، والحكومة تتخبط. وبهذا الوقت أنا برأيي أستاذ عمر أن الكرد يريدون يرجعون ويستلمون هاي المناطق هو دعاية انتخابية، هذا حسب رأيي الشخصي. طيب هو المالكي متفق ويا الإكراد على كل شيء يريدوا ينطيهم إياه بس يساندوا بالحصول على ولاية ثالثة؟ مو هذا الشيء كنا نتابعه إحنا وشان يركض له ويساند والإكراد وشتردون تدللون بس ساندوني حتى حصل على ولاية ثالثة؟ ليش هسه تراجعوا؟ ليش تبطون وعود وتخلفون بيها؟ وعود انتم ما تقدرون تحققوها، تضيعون اجزاء من بلد العراق، يعني ليش على اي اساس؟ يعني هسه مثال بسيط استاذ عمر. نعم. يقدر العبادي يقول الايران انت ليش تدخلون بالشان العراقي؟ او يعني اقل تقدير يقدر يقول القاسم السليماني انت ليش تواجدك بالعراق اكثر من تواجدك ببلدك؟
يعني نقولها ونعيدها أستاذ عمر، الشعب إذا قاطع الانتخابات راح يثبت للحكومة والمعممين والبرلمانيين بأنه ما نريدكم، لأن دمار البلد وضياع البلد هو بسببكم، وهذا اللي نتأمله من الشعب. يعني كافي يوميا طلعيننا شغلة جديدة، وبالمناسبة طبعا راح تطلع هواية شغلات منا إلى يوم الانتخابات، وكلها دعايات انتخابية. المالكي يريد يسيطر، والعباد يريد ولاية ثانية، وقادة الميليشيات يريدون يدخلون للبرلمان، وقاسم سليماني يتصرف بكيفه، وأمريكا تضغط على العراق، وإيران مسيطرة. مو وضعية، هذا مو بلد هذا. نعم، هو ليش يعني من البداية برأيك إذا كان هذا الطرح أنه ودائما ما يعودون إلى الدستور كما يقولون دائما السياسيين بالعراق، ليش ما من البداية كانت هذه المناطق المتنازع عليها كركوك تشرف عليها قوات مشتركة، بدل ما صارت قبل 5 أشهر ودخلت قوات وبدعم إيران كما تحدثت المصادر الكردية، وتم إخراج البشمرقة من كركوك والأسايش؟ ليش من البداية ما تمت أنه تكون هذه المناطق خاضعة لقوات مشتركة؟ يعني أستاذ عمر، هم الحكومة العراقية قرارها مو بيديها، هي لو قرارها بيديها كانت تخذ قرار من البداية وقالوا هاي المناطق تدخلها قوات مشتركة وتخلي الأمن يستتب بيها وكل واحد يأخذ حقه. يعني لا. إلى متى إحنا نبقى يوميا طلعيننا تصريح، يوميا طلعيننا شغلة جديدة، والناس مشغولة وخافصين نفسها على عيشتها، وهم يدورون دعايات انتخابية في سبيل يسيطرون على البلد أكثر وأكثر؟ ليش من البداية أنتوا ما خليتوا حلل هاي المناطق المتنازع عليها؟ هسه أنتوا طالعيننا بالجديد، يوميا طالعيننا شغلة جديدة، ليش مو من البداية؟ يعني حكومة تتخبط يا أستاذ عمر، إحنا ما عندنا أساسا، ما عندنا حكومة. نعم، أساسا ماكو، هي بالأساس ما عندنا حكومة. نعم، بس شو تسوي؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، اللي ضيعوا البلد ودمروا الشعب كله. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. وأنا أشكرك أستاذ عمر. أبو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. طبعا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين باستلام رسائلكم عبر خدمة الواتساب، والرقم واضح أسفل الشاشة. نعود إلى تصريحات أرشد الصالحي، يقول سبق أن استخدمت طرق كثيرة، يقصد بها قوات البشمرقة، في الإساءة لمواطني كركوك، وارتكبت انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان. ودعا أرشد الصالحي رئيس الوزراء لعدم جعل كركوك صفقة في تشكيل الحكومة المقبلة، وأضاف إذا كان أي مسؤول يعتقد بأنه سيشكل الحكومة وسيتولى منصب رئاسة الوزراء بالاعتماد على كركوك فهذا غير صحيح وغير نظامي. طبعا كذلك في التصريحات طبعا بالتحديد قال بالاعتماد على هذه الصفقة فهو سيفشل، وصفه أرشد الصالحي سيفشل. هل من الممكن أن يسمح حيدر العبادي لقوات البشمرقة بالعودة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها حتى يستطيع أن يتحالف مع الأحزاب الكردية لتشكيل حكومة أو ولاية ثانية له بعد الانتخابات؟ هذا يتساءل عنه الكثير من المراقبين وحتى من السياسيين داخل الحكومة. لماذا هذا الطرح اليوم؟ ولماذا دخول الخط الأمريكي؟ وكذلك هناك يعني اتصالات من قبل الجانب البريطاني والفرنسي لعودة هذه القوات إلى المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك. لماذا هذا الوقت بالتحديد قبل الانتخابات؟ كل هذه الأمور نريد أن نستمع إلى رأيكم وأصواتكم أعزائي المشاهدين. مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم لاستكمال هذا الموضوع.
اهلا بكم مجددا، معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو رايك بالموضوع؟ الله محييش الله محييش. استاذ احنا احنا هسه نشهد العراق في وضع فوضوي جدا. الحكومه تمشي اوامرها حسب هواها، والحشد عنده لغه القوه والتدمير. الحكومه تستمع الى اوامر امريكا، واما الشعب بكل فئاته هو غير منسجم. يرجع هذا ان الحكومه يجب ان تكون حاضنه لكل فئات الشعب. العرب السنه مشوا قتل ودمرت محافظاتهم، التركمان الشيعه مع الحكومه، التركمان السنه بين المطرقه. لعبت امريكا دور كبير في غزو العراق، وحتى تقول انه هو غزو العراق هو خطا كبير. يعني ليش ما حست من زمان انه هذا اللي شيء اقدمت عليه راح يؤدي الى تدمير العراق والى تدمير المنطقه؟ نعم. اجماع العرب كلهم وافقوا، العرب اللي خاصه العرب، انه الغوا اتفقوا على الغاء الحكم السابق، وهم اللي قاموا بعمليه سهلت امر امريكا وايران للدخول الى تمام هذا معروف الامر. ام عبد الله، اليوم ليش برايك يريدون الاكراد يرجعون الى المناطق المتنازع عليها وكركوك قبل الانتخابات؟ ليش بهذا الوقت؟ استاذ هي الشغله صايره انه الاكراد لازم يرجعون الى مناطقهم. هي صارت هي كلها يعني شنو شغلات انتخابيه. نعم. حتى انه الاكراد مثلا من يقومون بعمليه الرجوع الى كركوك للاستحواذ على مناطق مهمه في العراق. والعبادي راح ياخذ انهم راح يوافقون على العبادي في تسلم سلطه جديده. ف يعني هذا احنا ترى صاير يعني نعم عندنا لغه قوه ماهن الحكومه مالتنا ضعيفه. أمر إيران وأمريكا. نعم، برأيك أنه ممكن حيدر العبادي يوافق على عودة هذه القوات تحت راية القوات المشتركة حتى يضمن صوت الأكراد معاه بتولي لولاية ثانية؟ هي أثبتها أنه حتى إذا وافق إذا ما وافق، إذا وافق لنفسه أو للأحزاب اللي موجودة. أما بالنسبة للشعب العراقي ترى هو يعني هو في ماكلها، شعب مشتت، تدخلات خارجية، سيادة ماكو، قانون ماكو، كلها يعني هاي احنا هسه في حالة فتنة كبيرة، فتنة كبيرة بين فئات الشعب العراقي. ما يمكن تجوز الا عن طريق الخيرين من الشعب العراقي، والا ستبقى الحكومة مالتنا ضعيفة. اي دور ما اي دور الها ماكو. بعدين احنا عندنا مو رئيس واحد استاذ هو العبادي، عندنا رؤساء هواية يبدون كلهم مصالحهم ويريدون تحقيق مطامحهم في العراق، فاحنا بصراحة نوصل إلى بلد آمن وبلد محافظ على سيادته، أو نعم. بلد أنه يشعر المواطن أنه في حالة الإطمئنان، كل الشعب العراقي مشغل، كلهم ما عندهم خدمات ولا عندهم أي شيء. الخدمات الاقتصادية والاجتماعية كلها متدهورة. نعم. الأنهار نعم. أم عبد الله أنا أشكرك. أم عبد الله من بغداد كانت معنا. مع اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، فقد الشيء لا يعطي، هؤلاء اللي جوا دول ما ينقلهم رؤساء وينقلهم قادة في مشكلة مثل العراق للأسف. يعني فاليوم قبل كم سنة اتصلوا أو أحد الإذاعات اطلع بأن القائد نزار الخضرجي قائد عسكري نعم شنو قال لي؟ قالوا لهم أني ما ممكن أن أتآمر على بلدي من أجل شخص أو شخصين أكرههم. لا، قال هذه مؤامرة كبرى، هذا بلد يضيع به شعب كامل. وفعلا يعني هؤلاء احنا نريد أن نترجى منهم. يعني هسه ضغوطات من امريكا على العبادي، وفعلا اكو ضغوطات، ولكن امريكا هذه الملاعب اللي تلعبها على الشعب العراقي هذه كلها اطاله من اجل مصدم العراقي وفتنه الشعب ودمير العراق. نعم. يعني انت لو تجي للعراق للاسف الشباب اصابوا الميوع ونسى الدين نسى القيم والاخلاق الا ما ندر
يعني احنا من نجي احنا نكون عند الاستعمار يسلب منك يسلب شيء منك اقوى شيء اللي هو الدين والقيم اللي الاسلام عززها ما نهاها. هذه القيم فينا الشيئين اللي يسلب يعني لحد الان هو يدوب ان يسلبها. ولكن هناك بعض الشرفاء لا يزال ولكن اكثر الشباب للاسف الشديد اصبح فارغ ما يعتبر ما يقول وطني بس باله نفسه واللبس الطيب. أبو مصطفى ليش نعم. نفس السؤال نعيده طبعا السؤال المحوري بهذه الحلقة ليش اليوم نعم. يريدون الأكراد الرجوع إلى هذه المناطق وبرأيك حيدر العبادي يوافق حتى يضمن ولاية ثانية يضمن أصوات الأكراد نعم. الأحزاب الكردية حتى يشكلون الحكومة ويتولى هو رئاسة الحكومة لولاية ثانية ليش بهذا الوقت؟ نعم العبادي وقع بالنارين نعم. بالنار في إيران تقبل الأكراد وبين اريد صفقه طلبت له المستقبل لكن زياده راح يطلع مثل شلون يقول يطلع من المول بالحمص. العبادي له شريف ومضغوط ونزيه وطني اكو شفين غيورين بالبداله يعني لزموه اول من واحد ينتخبوا شلون ننتخبوا اليوم صحيح. ولكن تعال شوف ماكو واحد هذا هاي الحكومة يسمونها حكومة أنا ما سمي حكومة تمام شعبها. أبو مصطفى يعني أنت برأيك وطني أبد. نعم يعني هو يريد ولاية ثانية ولهذا ممكن أنه يوافق على عودة القوات الكردية إلى هاي المناطق إذا قالت له قالوا له أشياده من الأمريكان والإيراني نعم وإذا ما قالت إيران ما قال العبادي ولا الملك ولا الحكومة الموجودة كلهم نعم. أنا اللي يحملوا يبوشوا يروحوا للإيران يبوشوا يد خامني هو عدو الإسلام والعرب وإحنا كنا وراء هاي تماما. لكن شو سوى الشاب العراقي اللي ما يفهم يعني أنا اليوم مصلحتي حق الطلب طلب وطني بلدي بلدي ما أنا بغير بلدي أنا من علم جاري ما فاتني شيء بجيه جاري حتى لو كان عربي ما في خير لما تامر على بلدي ونكسنا هاي النكسة وخلينا يوم 13-14 إحنا يعني يوميا نموت 100 موتة كل شيء كل إنسان شريف بيشوف يحس بقلبه والقهر ذابحه لو تجي حقيقتنا إحنا مو عايشين إحنا جثة موجودة على الأرض تمشي أجلكم والله وأجل العراقيين كل دابة اليوم إحنا صبحنا روحي تعالي هيكي ما بقيت تشينك ويا أي واحد أنا إنه حياتي نعم أبو مصطفى من الموصل أنا أشكرك شكرا أبو مصطفى من الموصل. نقرأ بعض رسائل واتساب يقول مأساة أوضاع الأقليات الدينية في العراق تعود إلى الواجهة من جديد لا سيما وأن تلك الأقليات تتعرض إلى استهداف مستمر منذ 2003 من جهات متعددة عبر اعتداءات وانتهاكات كالقتل والخطف والاستيلاء على أملاكهم وتهجيرهم وإجبارهم على ترك ديانتهم دون وجود أفق لنهاية هذه المأساة حيث شهدت الطائفة المسيحية منذ عام 2003 اعتداءات كبرى وهو ما شهدته الطائفة الأيزيدية أيضا من أبشع اعتداء على الأقليات لم يسبق لها مثيل في تاريخ العراق وثقافته. لذلك ليس الأقليات من تعرضت لذلك فقط أيضا العرب في مناطقهم من قبل الميليشيات هذا يأتي قبل الانتخابات لأنها ترويج هذا كان مخطط أمريكي وإيراني لتقسيم العراق ولتسهيل المناطق المتنازع عليها. يقول في رسالة أخرى كأني بلسان حال الموازين بكل مكاييلها يقول لو جمعت خطايا حكومات العالم كلها لتأرجحت خفة أمام سقوط خطايا حكام العراق الجديد لهول ثقلها فأعان الله العراقيين على شدة الضغط وأمدهم بالصبر حتى إزالة جبل الظلم الذي تحته يرزحون. رأي آخر يقول السلام عليكم أخي عمر والله يا ريت يستلمون البشمركة كركوك ونخلص من الميليشيات. رسالة أخرى يقول تنافس الأمريكان وإيران على كركوك وخيرات كركوك هم يستخدمون الأكراد في احتلال العراق ونهب خيرات الأكراد. آراء مختلفة. مرحبا شلون أتصل بالبرنامج حصريا؟ إذا تريد حصريا اكتب لنا اللي تريده على الواتساب، أما إذا تريد تتصل وتشارك في البرنامج مباشرة فالأرقام واضحة أمامك وكذلك رقم الواتساب. إذن الضغوط الأمريكية كما تتحدث مصادر داخل حكومة حيدر العبادي على رئيس الوزراء حيدر العبادي
لعودة قوات البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها وإلى كركوك وإدماجها تحت قوات مشتركة ما بين قوات بغداد وقوات أربيل تتصاعد في هذه الأيام خاصة قبل الانتخابات. هناك حديث بأنه ربما حيدر العبادي وافق على هذا المقترح ويقوم بالتشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية وقوات البشمركة للدخول في المناطق المتنازع عليها وفي كركوك من أجل أن يتولى ولاية ثانية ويضمن أصوات الأحزاب الكردية. وكذلك هناك من يتحدث بأنه هناك ضغط من قبل التحالف الوطني والأحزاب الأخرى بعدم الموافقة وضغط على حيدر العبادي بعدم الموافقة على دخول قوات البشمركة إلى هذه المناطق. معنا اتصال؟ أكو اتصال؟ ماكو اتصال. فهذا الأمر قبل الانتخابات يثار من جديد، هناك بين قبول وهناك بين رفض، يبدو الرفض داخل التحالف الوطني أعلى من القبول. معنا اتصال؟ أبو يحيى من ديالة، تفضل أبو يحيى. أيوة أستاذ عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخويا العزيز؟ أهلا بك. أخويا أستاذ عمر، هو قبل العبادي سوى العبادي سوى، عبادي شنو ما تقول شنو؟ عمي هاي كل لعبة، فيلم سياسي، فيلم سياسي، سياسي إيراني. إيران عمي إيران دمرت العراق يا سعد عمر، يرجعون البيشمركة ولا يودون البيشمركة، هي البيشمركة تنزل أحسن من الخلفية اللي موجودة بكركوك. نعم. سعد عمر مو صحيحة، قاعد يلعبون بالعراق. شنو الهدف من وراء هاي؟ شنو الهدف؟ طلعوا وبعدين هسه يرجعون. ليش بهذا الوقت؟ يعني شنو المعنى؟ شنو الداعي؟ طلعوهم وجاوا هوسة وطربقوا وجيبوا وفدي واحنا هيك واحنا هيك وهسه يرجعون، شنو الداعي؟ شنو المعنى؟ يعني بس هاي خربطوا وغنبره سووا بالعراق وقاعد يدورون بالعراق؟ استاذ عمر والله استاذ عمر مصايحين، بس الله يهدم بيوتهم ان شاء الله. نعم. يعني ما شنو الداعي؟ شنو سووا؟ بيشمركة منو؟ بيشمركة عراقي شنو؟ ما فيها داعي طلعوه وسووا هوسه وجيب الحشد وجيب الحشد جيب القوات وجيب القوات وجيب القوات. شنو الداعي تريد يرجعون؟ والله بيشمركة تاخذتهم بيشمركة بكركوك ولازم كركوك بصوره صحيحه. ابو يحيى عمي انتوا اللي خالد تاخذون من بيوت من بيت تاخذون، ما يدرون وين راح، وين اختفى؟ نعم. يعني يرام هذا الحكي، يرام يا أخي هاي حكومة، يا حكومة حكومة العراق، وهذا يا التزمة يقول لك أنا ملاك. نعم أبو يحيى، أنا أشكرك، انتهى وقت البرنامج للأسف. أبو يحيى من ديالة كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.